نجاح فعندنت ودسكيت الله سبحانه وتعالى بتكبر بقران آيات ثم لنا قل بلا تشو هل يستوي الذين يعلمون أن الزام يوقت سوتشنا والذين لا يعلمون يما يوقت مرجو أوقاته يليلا تشو سوتش يما تعتنا لنا إهين فلو أدرك يليلا تشو لئن شكرتم አልহামዱሊላህ አላህ ሆይ ይሄን አድርገልኛልና ምስጋና ይገባል ብላችሁ ስጁድ ምትወርዱልኝ ከሆነ አላህ ሆይ ገንዘብ ሰጣኛልና በገንዘብህ ምስጋና የቲሞችን ረዳለሁ ብለ ገንዘብህን ይፋቅ ምታወጣ ከሆነ አላህ ሆይ ይሄን አድርገልኛል ይሄን አድርገልሃለሁ ብለ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሹክር ምታደርስ ከሆነ ለአዚደንኩም እጨምራችኋለሁ ሱብሃንአላህ ግልጽ ነው አንተ እኮ ዛሬ ሰው ጋር እኮ በሰልክ ስታወራ እምትናገረው ንግግር ኮል ሪከርዲንግ ላይ እንደሆነ ካወቅ والله ንግግርህን ታስተካክላለህ hatta ሰው ጋር ተደባብረህ በሰልክ ላይ ስትደዋወል ሰውየው በሰልክ አትሳደብም ለምን it might be recorded እየሪከርድ እየተደረገ ሊሆን ይችላል بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا الله جهود ينجاح ميديا تكتاتيوش كيف رمضان رمضان اللي تزود جهود إنها بتأمدنا لنا الحمد لله أحوالهم كل نقر الحمد لله زاري إن شاء الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى فكارك هنا الله سبحانه وتعالى بسطا تنشي أكت إن شاء الله كقرآن من المراتشون تلايو آيوش يوسدن በዚህ በረመዳን ወር በዚህ ወቅት ኢንሻአላህ ያለንበትን ሁኔታ በትክክል እንድንጠቀም ይረዱናል ያላችሁን የተወሰኑ የቁርአን አያቶች እናነሳለን ኢንሻአላህ ተዓላ ልትሰሙን ልታዳምጡን ልታወያዩን አብራችሁን ስለሆናችሁ በአላህ ስም እናመሰግናለን ወደ መጀመሪያው የቁርአን ያልፋለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተከበረ የቁርአን አያቱ ላይ ምን ይለናል አተአምሩነ الناس بالبر ሰዎችን በመልካም ነገር ታዛላችሁ እንዴ وتنسون انفسكم راساتكم دغمو يزنغاچو ويم دغمو لتكبارو نفساتكم يزنغاچو ستونو تكبارون انانتم ما تسروت ستونو سوتين بملكام نغر تازالاچو ديننال وندموچ اتوچ ان شاء الله كزي ايا مننمارو مندنو الله سبحانه وتعالى هنا ياسي نغرن بزو سوتش اندالو ياوقال كتناغاريوچ بزو بركاتا سوتش يالو የሚናገሩትን ነገር እነሱ ወደ ተግባር አይለውጡትም አተአምሩነ الناس ሰዎችን ታዛላችሁ እንዴ ቢልብሪ በመልካም ነገር ሰላት ስገድ ጾም ሐቢቢ ይሄን አድርግ ብሎ አንድ ሰው ይመክራል ነገር ግን በተገላቢጦሽ ያንን ነገር ሰውየው ሳይተገብረው ወይ ደግሞ ጉዳዩን ሳይፈጽመው ይገኛል ማለት ነው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትልቁ የከለከለ ጉዳይ ነው ምን ተገብረውን ነገር ለሰዎች ልናስተላልፍ ሰዎችን ልንመክርና ሰዎችን ልንገስጽ ይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚናገሩትን ከሚተገብሩት ባሮቹ ያድርገን አሜን ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ሳልፍ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅግ በጣም ትልቅ ايان اوردو ملك تستلال فولنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بالله سبحانه وتعالى جمد تساسروا لنا بالله سبحانه وتعالى جمد تساسروا ولا تفرقوا اتلياو لنا انجدي اسكزاري بالوت قناطوش معناتنا اندمتاقوتس وندموچيتوچ ብዙ አንጃዎች ተፈጥረው እከሌ እንደዚህ ተብሎ እከሌ እንደዚህ ተብሎ ብዙዎቻችን በበረካታ ነገሮች ተለያይተን ኖረናል ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا አራት ለያዩ መለያየታችሁ ለእናንተ ጉዳት አለው ይልቁንስ የሚጠቅማችሁ አንድ መሆን ነውና በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ላይ አንድ ሁኑ ይላል ما هو حبل الله ارى يا الله سبحانه وتعالى عندما يدرغو كمديتኛው ነው علماءዎች በርካታ ነገሮችን ተናግሯል ነዛን ነገሮች ፈልገን ልንተገብራቸውና በአቂዳችን ወይም ደግሞ በተውሂዳችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥ ብለን ከአማኞቹ ጋር አንድ ልንሆን ይገባል አላህ የተሻለ ያውቃል ወደ ሶስተኛው ጉዳይ ስመጣ ወንድሞቼ ولا تقفوا
ما ليس لك به علم بما تاكو قداي لاي اتكوم الى الله سبحانه وتعالى سلما تاكو قداي اتكتل شفن تكتاتون لنا الله سبحانه وتعالى يكتلنا ملال ان السمع ارم اسم اجراتشو والبصر من ملك شايناتشو والفؤاد لباتشوهم كل أولئك كان عنه مسؤولا نقيهم الكعبة سلاينة تتطيق الله سلا جورو سلا هل نقر تتطيق الله يعني ملاش منورك هنا نعم نقرقن ملاش سلام ما ينورك قدائي لي كيف انت كتاياتهم بما تاكو قدائي لي ما برأي ميديا لي سلورة نقر لي نقر ويمدق مولي ورأي جلال سلا قدائي وأوقات كلي الله لا تقف أتكتل ولا تتبع إلى الله ولموت ولا تتبع سلازي اتكتل وندمي مرجا بالله قداي لي بتشا تناغر سلمتاكو قداي بتشا كافه نغغر يوطا كذا وچ بالله نغر كن وندموچ هتوچي زمتان بنمرط طرو نو زم اينقزم ودارتنيا قداي الف يالو ومن احسن قولا الى الله سبحانه وتعالى ارى نغغرو يا مارمان نو طافاچ اندبت يالو سو مان نو ممن دعا الى الله وجاء الله سبحانه وتعالى يتتعرى كونه سو يبلاي عندبته يا مارلتنا عندبته طافاچ هونه سو مان نو ايهم بتش ايدلم الله سبحانه وتعالى يكتلنا من يلال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وجاء الله سبحانه وتعالى يتتعرىنا ملكام سرانم ملكام تكبارنم يتغبرنا يسرى كونه سو يبلاي አንደበቱ የተገራለት መልካም ጣፋጭ ሆነ ሰው የት ይገኛል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንድሞች እህቶች ኡነት ነው فوق كل ذي علم عليم كلهم አዋቂ በላይ ሌላ አዋቂ አለ ነገር ግን ምናውቃት ነገር ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስተላለፍና መናገር መቻል አለብን ይሄን ብቻ አይደለም ዕውቀታችንን ምናውቃትን ደግሞ አላህ በገራልን መልኩ ወደ ተግባር መለወጥ ይሆንብናል አላህ ያግራልን ወተቀጣዩ ሐሳብ ወይም ደግሞ የቁርአን አያ ሳልፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረ በቁርአን አያቱ ምን ይለናል قل بلاچو ይላል هل يستوي الذين يعلمون ان الذين يعقوت سوتنا والذين لا يعلمون يما يعقوت مرجاو اوقاتو የሌላቸው ሰዎች ይመጣጣናሉነ ምላሾች ታውቃል لا يستوي الله ያወቀው ነው የሚጠይቀን والله هاي متطنوا دينون يمياقوت يا الله سبحانه وتعالى كلام يا رسول صلى الله عليه وسلم نغغرن تررتو بتكبار يمينوروت سوتشنا منم سايقو دغمو بچفن يميغوازو سوتش والله هاي متطنوا لذانو الله لوقت كل كبر ستوال انما يخشى الله من عباده العلماء الله ان كباروتو يبلط ميفروت السن ياوقوت بتشاناتشو ወንድሞቼ ዕውቀት ላይ ብዙ ጊዜ ልናጠፋና ጊዜያችንን ዕውቀት ላይ ልናባክን ይገባል ለምን አላህ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ብሏል የሚያውቁትና የማያውቁት አይመጻጸሩም አይወዳደሩም ስለአለ ራሳችንን ከአዋቂዎች ደርታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲመድበን ጥረት ልናረግ ይገባል ማለት ነው ወንድሞቼቶች ወደ ቀጣዩ የቁርአን አያሳልፍ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الله سبحانه وتعالى نقيهم القيامه لباروتو من داس كفلكو ان ذا صابروش دغمو دنيا لاي الله شجرن مكراننا بركت يالو يما يشلوتن نغر سيامطاباچو با الله منجد صبر لادرغو سوتش يمسطاچو من دانا كفيا صفر قطر يلوم يلال الله سبحانه وتعالى وندمي تدارات تتشجرهال وينم دغمو الله سبحانه وتعالى ፋይናንሻሊ በኢኮኖሚ ፈትኖሃል እህቴ ተዳራተሽ ተቸግረሻል ከቤት ሰብርቀሽ ስደት ላይ ነሽ በርካታ ነገሮች የደረሱብሽ ነው ሶብሪ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب አረ እነዛኮ ሶብሪ ያደረጉ ሰዎች አጅር የሚከፈላቸው ስፍር ቁጥር በንበሌለው መንገድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ያቋል ወንድሞች እህቶች የሶብር ወር ነው ረመዳን ራሳችንን ሶብር ልናለማምድና ሊያሰብሩን በሚችሉ ነገሮች ላይ ልንበረታ ይገባል ማለት ነው ኢንሻአላህ አላህ ያግራልን ወደ ቀጣዩ ሳልፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወአማ بنعمه ربك فحدث لنا አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ك
كم من نعمة الله من يأكل نعمة وشين ولولنا من يأكل سقى وشين عين سقانو حبيبي نجر جن ستات أنا متاقو الله سبحانه وتعالى جورو مسمى ستوها لتدمت الله ملاس من نجر يستوها لتنجر الله ما استنتني أعمر ولبسوها لتستنتن الله إن الزفول يا الله سبحانه وتعالى نعمة وشناتشو كزاز وأما بنعمة ربك بجيته نعمة الناس أجمع فحدث تناجر أمسكن الله كوئين فخر فلجهبت ويمدجمو قران فلجهبت سايون الله سبحانه وتعالى عندي هذا يقول لي يا لبلهم النجر جن كانت متبك نجرنا وندمي لا الله سبحانه وتعالى مسكنا للتاجر بجبهال الله بعين ولا تقولوا لال بعينهم الكام نجر بتشاب ما يتمسكنا هذا رساله الله بجروه ولا تقولوا لال بجروه الكام نجر بتشاب ما سمعت مسكنا هذا رساله الله ملاسته كبار ولا تقولوا لال ملكام نجر بتشاب من نجر لا الله سبحانه وتعالى مسكنا هذا رساله الله الله متاسنتن بتا امره ستوحال طرو طرو ملكام ملكام نغروتين لهاجر لوغن للاسلام ميتقمو نغروتين بماسب ان شاء الله تعالى لا الله سبحانه وتعالى مسكنا يم دمو شكر تدرغله واما بنعمه ربك فحدث من يامر يا نو ودك تاي قران يالفلهون الله سبحانه وتعالى بتكبر بقران ياتوم لنال واذا حييتم بتحيه عند سو بمتع جزينا يهون سلامتا كقرب اللاتشو فحيو بأحسن كسو يتشال بهون سلامتا متوت ويم لقمو سو يون كسو كالاتشو يتشال بهون سلامتا ملسو اللتلال السلام عليكم حبيبي سيله انتج امر مررقه وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته اكفى سمهو من البت وقتو ما يساس ما يزي عيرون شلال نقر قل اهون لا يالو تنسلامتا وچم موك أرقه من لسلت يهنن كالشالكس أو ردوها من لسلت ليلو بكر السو يمن يالهن أميكلن يهونن سلامتا لسو لتمن لسلت يقبال إيهي بمسلم واندمه أهته واندمش أهتش لا يالبش كديتانو واندموش زيلاي لنسام فأي قبال إن شاء الله تعالى ودك الطيو سالف الله سبحانه وتعالى من لنال عجب سيستمران مالتناو لا تدخلوا بيوتا ودا عند بيت ودا قد دنيا بيت ما وديت نيوم بيت اندامت الهزو بلها التقبع لا تدخلوا بيوتا بيتنكو زنبلاتشو اندو زو بلاتشو هاتقبو غير بيوتكم كي ينان تيالهون بيت ستقبو زو بلاتشو هاتقبو حتى تستأنسوا فكعرس كي ستاتشو لرس እንድትገቡ ፍቃድ እስኪሰጣችሁ ድረስ ውጪ ላይ ሪንግ ልትነካት ይችላልህ ወይም ደግሞ ልታንኳኳት ይችላልህ ዝም ካሉ ዝም ነው ተመለስ ከተባልከም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመለሱ እንዳለው ልንመለስ ይገባል ማለት ነው ከተፈቀደልን በኋላ ደግሞ ምን ማረግ እንዳለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲነግረን ምን ይላል ወትሰልሙ አለ አህሊሃ ከተፈቀደልን በኋላ ደግሞ በአህሎቿ ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ባሉት ቤተሰቦች ሰላምታና ወርደን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ብለን ልንገባ ይገባል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መልክ አደብን ያስተምረናል ረመዳን ነው ሰዎች ፍጥራ ሲያት ላይ ስንሄድ ሊሆን ይችላል ቤተኛው ማጋጣሚ ሰዎች ቤት ስንገባ ማስፈቀድ ኢንሻአላህ አደብ ነው ወንደሞች እዚህ ላይ ልንበረታ ይገባል ሌላኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بميقرمي قرآن ياتو ميقرم ملك تيستدال الفنال لئن شكرتم بزو اللتا هوي اللات شوهالو إسلاما ستونا لالله بركاتا بركاتا بزو بزو وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها يا الله سبحانه وتعالى نعمة شروتا بتكوتوات عالجلقواتهم بلو يسو النعمة مجمبر ياكا نقرم بوها لابل الله آيات إهين هلو أدرقين اللات شو لئن شكرتم الحمد لله الله هو ايه نادرغه لنيا لنا مسغانا يغبال بلاچو سجود متوردو لين كهونا الله هو غنزب ستهنيا لنا بغنزب مسغانا يتيموچن رلالو بلا غنزبن ينفاق متاوطا كهونا الله هو ايه نادرغه لنيا ايه نادرغلهالو بلا الله سبحانه وتعالى شكر متادرس كهونا لا ازيدنكم اجمراچوالو سبحان الله ستامسكن يجمرحال عند سوقو ገንዘብ ሲሰጠ ካመሰገንከው مرحبا ما شاء الله ብሎ ሊለያይ ይችላል አላህ ግን ካመሰገናችሁን እጨመረላችኋለሁ ወንድሜ ባለህ ነገር ላይ እንዲመጨመር ልትፈልጋለህ
አሁን ባለህ ሀብት ላይ አሁን ባለህ ስታተስ ላይ አላህ ከፍ እንዲያረግ እንዲጨምርልህ ትፈልጋለህ አሁን ያለህበትን ሁኔታ መስገን ብቻኛው መንገድ ይሄ ብቻ ነው ሀቢቢ ይቀጥልና ወለኢን ከፈርቱም ከካዳችሁ ደግሞ እኔ ኒዕማ ስንት ነገር አድርጌላችሁ አምልኮ ሌላ ምታረጉ ወይም ደግሞ ምስጋና ሌላ ሰው ምታረጉ ማታመሰግኑኝ ከሆነ ደግሞ ኢን አዛቢ ለሸዲድ ቅጣቴ ብርቱ ነው ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለዚህ ወንድሞች እህቶች አላህ በኋላልን ሁለታ ላይ አላህን ከማመስገን አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ለአላህ ሹክር ከማድረስ ልንዘናጋ ይገባም ይሄኛው ሌላኛው መልእክታችን ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሌላ የቁርአን አያቱ ሚላል ማ ይልፊዱ ሚን ቀውሊ አንድ ሰው እኮ ከንግግር ምንም አይናገርም ኢላ ለደይህ ረቂቡን አቲድ ንግግሩን አቲድና ረቂብ የተባሉ ሁለት መላእክቶች ከቀኝና ከግራ ሆኖ ንግግሩን የከተቡ ይሆን እንጂ ስንቶቻችንን በቀን ውስጥ ይሄንን እናስተውሰው ወንድሜ ስንቶቻችንን አቲድና ረቂብ እኮ ምንናገረውን እየጻፉ ነው ብለን ስለምንናገረው ነገር ክሬዲት ምንሰጠው ስለምንናገረው ነገር ሚዛን ምናደርገው ስንቶቻችንን ወላሂ ተዘንግቷል ወንድሞቼ ስትናገር በዚህና በዚህ መላእክቶች ካቲቢን አንተ የምትናገረው ነገር የሚከቱ መላእካን እንዳሉ ልታውቅና ልትገነዘብ ይገባሃል ምክንያቱም ይሄን ካወቅክ በኋላ ንግግርህ እየተጻፈ እየተከተበ እንደሆነ ካወቅ ስለምን አላህን ታምጻለህ ግልጽ ነው አንተ እኮ ዛሬ ሰው ጋር እኮ በስልክ ስታወራ የምትናገረው ንግግር ኮል ሪከርዲንግ ላይ እንደሆነ ካወቅ ወላሂ ንግግርህን ታስተካክላለህ hatta ሰው ጋር ተደባብረህ በስልክ ላይ ስትደዋወል ሰውየውን በስልክ አትሳደብም ለምን it might be recorded ይህ ሪከርድ እየተደረገ ሊሆን ይችላል ነግጧት መረጃ ሁጅ አርጎ ፍርድ ቤት ሲከስህ መረጃ አርጎ ያወጣብሃል ሐቢቢ ዛሬ የምትናገረው ንግግር ደግሞ ምንም ነገር የምታልፋቸው ባልሆኑ መላእካን ንግግር እየተከተበ ነው ስለምትናገረው ነገር ክሬዲት ሰጥ ካፈ ስለሚወጣው ነገር ልትጠነቀቅ ይገባሃል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ لما تقولون ما لا تفعلون እንዳለው ምትናገሩትን ማትሰሩትን ማትተገብሩትን ነገር ለምን ትናገራላችሁ ካሉት ባሮቹ እንዳያደርገን እሱ ይጣብቀን እኔንም እናንተንም ለተናገርኩት ነገር ይግጠመን የእለቱ መልእክታችን ነው ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النجاح النجاح نجاح باندنت ودسكيت